يسعد اوقاتكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله باطلاله خاصه واطلاله جديده بنكهه ووصفه بالتاكيد صحيه ولذيذه ايضا بشهر الخير، شهر رمضان المبارك، من برنامج لقمهنيه معي انا هبه مصطفى والشيف سراب الرامين اللي اكيد دائما هي بتتفنن لنا بالوصفات وبالاطباق الشهيه. وما تنسوا بالتاكيد باستخدامنا للارز الصحي والارز الاطيب والملائم لمختلف الوجبات ومختلف الاطباق، الارز الامريكي الحب المتوسطه. يعطيك الف عافيه سراب. هلا الله يعافيكم يا رب. يعني احنا الوصفات صارت عديده، واليوم كمان في وصفه شهيه ولذيذه والاهم من هذا كله صحيه بمكوناتها. اليوم ان شاء الله بدنا نعمل اليلانجي، اكله الاتراك، اكله بلاد الشام، اكلاتنا احنا. حابين شوي اليوم ندخل الخضره كثير في اكلنا بالاضافه للتبوله كمان. للتبوله كمان جانبيه بدها تكون جنبها، هي تعتبر كمان من المقبلات طبعًا. في ناس بيعملوها لانها اصلا في المطاعم تقدم مقبلات بارده، بس اليوم احنا بدنا نعملها، كثير ناس بحبوها تكون على مائدتهم طبق رئيسي. صحيح. اليوم مكونات حطينا احنا هنا بقدونس، وبدنا نحط طبعا في ناس بحطوها على الغاز بحمصوا بحوسوا كل المكونات مع بعض كلها حوس، فاحنا لا بدنا نحطهم كلهم وهو ني لانه اصلا باخذ فتره في على الغاز فبستوي اصلا. تمام. بقدونس، بندوره، وهلا البصل. حطينا بصل. في ناس بتحب تحط الفلفل الاخضر الحار، احنا بدنا نحط بداله بابريكا. هاي معلقة قهوة. القهوة بتعطي نكهة مميزة، زي ما بيحكوها بتعادل الحموضة بتاعت اليلانجي. وهاي نعناع. نحط شوي صغيرة كمان عشان نكتر، اللي ما بحب يستغني عنها. تمام. زيت الزيتون أساسي فيها طبعا، بدنا نزيد بنزيد، بس أنا بحب أزيده آخر إشي قبل ما أطفي تحتها بعشر دقائق بتطبخ هي، ودبس الرمان والليمون في آخر مرحلة. وهاي كمان دبس رمان عشان الحموضة، لأنه هي مشهورة بحموضتها. طيبة جدا. وفي عندنا المكون هذا، ممكن مش الكل موجود عنده، لكن يعني له نكهة مرتبة اللي هي دبس الفليفلة. وهي كمان عندنا ليمون عشان نكتر. وهي ملح عليها. ومكوننا الأساسي لليوم اللي هو اللي هو رز حبة المتوسطة. بدنا نحط منه كمان، طبعا هي ميزتها انه خضرتها اكثر من رزها. صحيح. يعني زي ما وللناس الصحيين اللي بيحبوا الاشياء الصحيه ممكن تكون هي بديل عن الدوالي او ورق العنب اللي بنحبها. واللي انه ما استعملنا ما استعملناش بهارات في مكوناتها. صحيح. في ناس بيحبوا يحطوا معلقه ماجي، في ناس يعني بترجع هاي. صحيح. طبعا بعد ما نلف ونجهز الورق شو بنعمل؟ اللي بيكون في عصاره بتنزل منه بنحطها على الطنجره بعد ما نصفته في الطنجره. هاي ورق عنب انا جبت اخضر. شوفوا حبوه، طبعا موسمه في يعني طبعًا. تزامن رمضان السنه مع اشياء كثير نازله موسمها السنه عندنا، بدي احط عليه مي مغليه، ما بتحمل انك تغليه اصلا كثير لانه يعني الورق طري جدا. تمام. ما بجهز وببلش بدي ألف إلا صار الورق ممتاز. من أجود أنواع الأرز، الأرز الأمريكي من حقول كاليفورنيا، يأتيكم USA رايس الحبة المتوسطة. دللي أسرتك بأشهى الأطباق الصحية وأطيبها، صنعت بشغف وحب. USA رايس. طبعا هيك ورق العنب صار مسلوق وجاهز لانه احنا نبلش بدنا نبلش نلفها نعبيه بالحشوه او نحشيه. طبعا لانه الورق برجع بحكي لانه طازه يعني كيف ما بنحطوش فتره طويله للسلق، يا دوب لانه طري ما أصلاً. بتحمل ما بتحمل نهائي. نعم. الفكره في اليلانجي انه لازم تكون الحبه ملامه، شوفي الحشوه لانه كل حتى الواحد يستطعم طبعا بالحب اللي بياكل. هو حبتها بتكون. وهي بدنا نعمل هلا كم حبه نفرجيكم. اكيد شوفي العصاره اللي صارت تنزل منها. من النكهات والصوص ودبس الرمان والليمون.
ودائما حبه الليلنجي اكبر من حبه الدوالي او ورق العنب. بس ممكن يعني العادي. المره ما يكونش كله حبه كبير لانه الموسم لسه في اوله. صحيح. إيه ما يعني زي ما بيحكوها ما لحقش الورق ينزل لسه. بس احنا بننصح في هذا الرز لانه طبعا رز صحي كويس. هلا بدنا نجهز الليرنجي ليكون يعني حاضر ومستعد على الطاوله. هلا بدنا نشوف كيف الطنجره اللي جهزناها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بعد ما اليلنجي تقريبا صار جاهز حاليا كمان احنا حابين شيف انه كمان يكون في طبقه تبوله بجانب اليلنجي. بدنا نعمل هيك شغله تبوله. نعمل سلطات جنب اليلنجي. نفس المكونات اللي عملنا منها اليلنجي حابين نعمل منها كمان تبوله طبق ثاني. طبعا التبوله مفضله جدا عند معظم الناس. بدنا نحط يعني لشخصين خلينا نحكي احنا بدنا نعمل بقدونس مفروم. بدنا نحط خيار. في ناس ما بيعتمدوا الخيار صح؟ احيانا في ناس ما بيستعملوها. بدنا نحط شوي بندوره. في لبنان بشيلوا اللب اللي جواها وبيعملوا بس القشر اللي برا بفرموها ناعمه. شوف هي احدى الخطوات يعني بيعملوها. وهي باختلاف الوصفات البلد طبعا لبنت. هي اذواق. في ناس يعني حتى التبول الناس صارت كل واحد يعملها شكل. والبصل الاخضر وهي حطينا كمان البروان. تمام كله كله كميات متناسبة مع بعضها البعض. بدنا نستعمل كمان هيدي السرمان بنحط عليها. شيء كثير مهم بالتبولة. طبعا عشان الحموضة. هي التبولة زكاتها في حموضتها. صحيح. وبدنا نحط كمان شغلة اللي هو النعناع الأخضر. زيك معها. وهاي شوية ملح. وبدنا نحط شوية زيت زيتون. بيعطي كمان نكهة طيبة للتبولة. وهاي ليمون. نخلطهم مع بعض منيح. في ناس بتفرم خس معاها. يعني برجع احنا عملناها تبولي بس فرمتها شوي خشنه. وكمان خليناها بس بقدونس لحاله. هاي تبولتنا جاهزه. جهز الزيت مع الليمون مع دبس الرمان رائعه جدا. زي هيها جاهزه. هلا بدنا نحطها بصحن التقديم هي واليلنجي ونشوفهم مع بعض. تكون كل الوصفة كاملة. تكون جاهزة كلها. إن شاء الله تكون وصفتنا اليوم أعجبتكم وصحتين وعافية. جربوها وحكونا رأيكم. يعني بهالشكل الجميل وبهالفن كمان اللي بالوصفات صارت وصفتنا جاهزة لليوم اللي كانت فعليا يلنجي وتبولي. يعطيك ألف عافية. الله يعافيكم يا رب. وإن شاء الله أكيد بنشوف مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة برعاية الأرز الأمريكي الأرز الصحي والملائم لمختلف الوجبات والوصفات معي أنا هبة مصطفى والشيف سراب الراميني. إلى اللقاء.